بيعمل الداتا موديل جراف. جراف مش تري. بعمل الداتا موديل جراف مش تري. لحظيا يعني بصير الداتا تبعتك عبارة عن جراف. جراف هو شو الفرق بين الجراف والتري؟ انه يعني شو يعني انه في اشي بيرجع على نفس النود يعني تشايلد لوب. هلا التري تشايلد ملوش اكثر من بيرنت. ممكن يعني انه في اشي بلف. طيب المهم انه الداتا represented in RDF as graph. هلا شو قصدنا ب directed label؟ directed انه كل لينك كل لينك له اتجاه بزبط استقرار من ناحية الثانية واحد. طب label انه له اسم لانه يعني هاي هذا الخط بيختلف عن هذا الخط معنى اخر. شو هذا الخط؟ هذا الخط ارتست بس بينما هذا الخط كومباني. فهمت علي؟ فبنسميه دايركت ليبل جراف. هلا الستيتمنت في الار دي بنسميها تريبل سبجكت بريديكيت اوبجكت. هاي عاده بنسميها تريبل. التريبل هو ستيتمنت صح. فايتش subject and each predicate must be URI. That is, it has to be unique. It has to be a unique identifier, not a literal. An object can be either URI or literal. طيب. هذا الإجزامبل اثنين ما حكينا عنه فيش إلي داهم زيدو. هاي تكملته. هلا راح. يا أخي أنا ما بديش أشوف الداتا بلا. أنا مش معجبني لا شكلها ولا شكلها. ليش تعقدها؟ أنا بدي أشوف الداتا مش هي سبجكت بريديكت أوبجكت. أنا بدي أشوف الداتا هي. فكر فيها كيف صارت بلا؟ ها؟ تعال نرجع لهذا المثال كمان مرة. قلنا وين راح؟ قلنا في إشي إلو ارتست إلو كومباني إلو برضه كومباني كاونتي إيه سوري كونتري كومباني برايس يير صح؟ هيك مكتوبة يعني بقدر أشوف سبجكت بريديكت أوبجكت سبجكت بريديكت أوبجكت سبجكت بريديكت أوبجكت سبجكت. طيب كيف أشوف إن هاي أشوف ورجيتك إياها كجراف أنا عشان أصور لك إياها في ذهنك. وإذا بدك تشوفه بالـ RDF بالـ XML فورمات تبع الـ RDF تشوفه هيك. والآن دي برضو بتقدر تكتبها على شكل تابل خلص. هذا الاشي اما لحظة يتكرر هنا السبجكت يعني بشوفه بتابل ثلاثة كولونز. كولون اسمه سبجكت وكولون اسمه بريديكيت وكولون اسمه اوبجكت. بشوفه كيف هال بعدين في الريليشن بعدين وضحك. طيب انا نرجع لادوار سعيد قالوا بقدر تصور لي هاي كتيبل. خلينا نعمل بس هاي نعمل بس بتحط نفس الاشي كذا تحط لها تيبل هاي بلا حط تيبل. شو استراكشر تاع التيبل؟ سبجكت تيبل كولون سبجكت كولون بريديكيت كولون اوبجكت سبجكت بحط هان والاوبجكت برايس في الاوبجكت بحط 11 بعدين بكرر هاي تايتل اورينتاليزم بعدين كمان مره بحط هذا اليو ار اي اوثر بحط اليو ار اي الثانيه اليو ار اي الثانيه بعدين البريديكت تبعها داي والفاليو 2003 مثلا صح؟ وبكمل صح؟ فانت خزنته ايش بدك هو؟ لاحظ انه طب ليه؟
ليكون مهضرين احنا. هذا المثال وحطينا سبجكت يعني ستراكشر تاع التيبل بك ايش سبجكت بريديكت اوبجكت صح. طب هون هون كمان سبجكت بريديكت اوبجكت لا كيف ليه؟ برجع بعيد ترجع للبيت مره ثانيه بعرف ترجع للسايب لا هذا بس لازم على الدايركتد لانه في اتجاه معين لازم ترجع ليش مهم شو ترتيب شو تكون تو سبجكت تقرا الاول بعدين الثاني ما بصير مرتبات كلكم يا اخي كلكم يا ها لازم كل واحد يونيك تقدر تمشي في البيرنت هاي هاي اعطيني بس الكاميرا شوي صغيره لو جينا حطينا هاي كان 3 صار عندنا هاي لو حطينا هاي هاي السبجكت وهاي بريديكيت وهاي اوبجكت صح يلا هات شو نرمزها هاي نبدلها واحد وهاي اثنين وهاي ثلاث يلا واحد واحد برايس 11 لحظة خليني بس عشان أميز بين URI ومش URI خلعه هون عشان أميز بدي أحط كبر هالنقطتين ها لأنها هاي سترينج وهاي سترينج وهاي كل السترينج اللي هذا صح لا وبابل مزبوط لا ليش بريديكت مش سترينج البرايس والتايتل بحكيش عن سترينج اي وهاي انها مش سترينج ها بس على يعني مجازا طيب بعدين دبل دوت نيم فول نيم دبل دوت نيم ادوارد بعدين نيم بير سيتي خد بير سيتي ثلاث اكتب قط هيك ايوه اثنين بورن ات 1935 1000 كابيتال اوف فلسطين وثلاث البوبوليشن رقم قوي كذا 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 بس بصير ولا لا بصير قبل ما تدخله في الايجابي كمان مره قبل ما تدخله في الايجابي لما تحط كنت تن عضايت كل نيم يعني شو معنى يعني انت بتعوض مجازا مجازا اقول لك انها يو ار اي بس مجازا عشان اختصر طب اذا كان اليو ار اي بيؤدي لفاليو خلص وقفنا انه بدك نحكي عن ازاي حط الفاليو مش مفهوم مش فاهم على فكره هي مش برايس هي يو ار اي كامل وهي مش اوثر هاي مش تايتل هاي يو ار اي كامل وهي مش واحد هاي يو ار اي كامل بس احنا عشان نختصر بس فهمتوا هاي كيف تسووها؟ تعرفوا تسووها؟ لما تشوفوا جراف طوال تحسنوا هيك صح؟ طيب سؤال هل هو لو جينا على هذا المثال تقدروا تخزنوا بنفس الطريقة بنفس الستركتشر تاع التيبل؟ نعم يعني إذا في الار دي اف كل على فكرة هاتوا نكملوا هاتوا ايش؟ نكمل شو بمنعني اكمل يلا هات هاي شو نديها رقم أربعة شو اعطيه رقم برضه ام الزهره سي دي ارتست بوب أربعة سي دي على فكره هو بتكمل مزبوط صحيح طلع انا بسال بلاد سؤال قلت
لا مش معانا من مرة ما هو. مش عارف شو في. أنا حكيت له شو مشكلة اليوم. مش مجال. لا مهندس. لا لا. شو سوينا هنا آخر إشي حطينا مش بس الجراف الأولاني حطيناه دبيناه كل الكتابة. شو كمان إحنا سوينا؟ كملنا الجراف كله. بمعنى آخر لو تجيك داتا من 50 وزارة مكتوب بأر دي إف. دمب دمب بدون تفكير دمب على وين؟ على ستيبل. تطلع سيلف انتجريت. تطلع بتضل شغلي لما بدي عليك عشان اصل تطلع سيلف انتجريت والحق لا بس في شغله بحكي والحق بس مش مهضوم يا عمي هلا بنستوعب همي اوبجكت كيف مثلا بدي اضغط الف عشان اطلع التشايلد اتصل للليف واعرف انه هذا اوبجكت كيف عمل كوير على التيبل سؤالك لا مثلا كيف ضلني ماشي عشان اعرف انه هذا الاوبجكت هو اوبجكت نهائي ولا يو ار ار ليه بدي اعرف مش فاهم عليك عشان اعطوني الفاليو وحددت العمود تبع الاوبجكت والسبجكت يعني كل لا مثلا الاوبجكت ممكن يكون يو ار اي هاي هذا سؤالك كيف عمل كبير للتيبل هذا لسه هذا بعدين الاوبجكت مش موجود سبجكت بعدين هذا تشالنج ندخل له بعد اكتسب للليبس جزء من ثلاثه كيف نعمل كبير للتيبل بس وضحت فكره الجراف إذن أول كانوا هيك ملخص أول كانوا هون بالآر دي إف إنه سبجكت بريدكت أوبجكت الداتا محطوطة ثاني كانوا هون من السبجكت يو آر آي والأوبجكت يو آر آي والسبجكت يو آر آي والبريدكت يو آي آي والأوبجكت ممكن يكون يو آر آي أو لترال وهذول الثنتين بعملهم دايركت ديبت جراف مظبوط فصارت الداتا موديل لا هي ريليشنال ولا هي تري صارت نسميها جراف داتا موديل وهذا ولعشانها جراف على فكره لو قلتكم لو اعطيتكم هاي الهويه وكلكم خزنوا لي البيانات اللي هون تطلع نفس الشيء تطلع نفس الشيء كمان مره لو اعطيتكم هاي الهويه قلت لكم كل واحد يكتب لي هذا اكس ام ال كل واحد بيطلع الاستراكشر اعملوا لي داتابيس كل واحد بيطلع الاستراكشر عملوا ليها بالار دي اف لازم تطلع نفس الشيء مش مهم طبعا بتطلع نفس الشيء لو كانت طبعا بتطلع نفس يعني بريميتيف داتا بريميتيف داتا موديل هي ليش نفسها طلع شايفين هذا التيبل هلا بلال لو حملت هذا الريكورد حطيته اول واحد بأثر من مرة بأثر وضحى هلا على فكره انتوا عجبكم هذا التيبل الار دي اف بتقدر تكتبها تكتبها تيبل بتقدر تكتبها بشيء زي هيك تيبل احسن تيبل هذا بنسميه ار دي اف اكس ام ال اسمعوا هذا بنسميه ار دي اف اكس ام ال فورمات في فورمات ثاني اسمه ال نعم بقى في تو فورمات ثانيه برضه بالتكست فايل بنكتبها مش التيبل هذولك هيك بس تريبل تكتبهم ورا بعض هذولك كيف تكتب التكست فايل بيجي هيك انت على يعني اذا بتكتب سبجكت بريديكت اوبجكت على السطر الثاني سبجكت بريديكت اوبجكت على السطر الثاني ناحيه كل تريبل بتكتبه على سطر هلا في ناس بقول لك او على فكره غلط سبجكت بريدكت اوبجكت بنزل سطر فاهمين علي واسهل انك ناس نقرا بسرعه صح بس للاي اذا نكتب به هذاك الفورمات طويل بيطلع تخيل هاي بدل ما تكرر هاي مع كل واحد من هذول كمان مره ارجع ادوار تعيد تيبل ها بدل يا سيدي شايفين هاي لو جيت اكتبها فورمات هذا بنسميه ار دي اف اكس ام ال فورمات صح؟ لما نعملها بالفورمات الثاني في ستاندرد يعني سبجكت بريديكت اوبجكت
شو بدنا نقول؟ بدنا نجيب هاي بعدين بدنا نحط الـ A برايس ونكتب 11 بعدين نروح نجيب هاي على السطر اللي بعده نكتبها ونحط الـ URI تاع التايتل وبعدين نكتب الـ Orientalism بعدين نروح نجيب هاي شو نساوي؟ ونحط الاوثر يو ار اي بعدين نحط ادوار سعيد في تكرار كثير صح؟ حجم الداتا ها؟ حجم الداتا بكبر بصير حاجة بصير حجمه كبير بس احنا للناس اسهل من هذا بس هي بالاخر كرروا هذا مش مهم بالاخر في فورم يعني في ثلاث فورمات للار دي اف وفي هاي مش الناس نسميها فورمات هاي التابل اللي وجدتكم اياها هذا معروف على فكره اسمه اس بي او تابل اس بي او سبجكت بريديكت اوبجكت يعني انه كل الداتا اللي كل الداتا موجوده في كل الداتابيسز هل في العالم بتمثلها في تقدر تجيبها وتدبها في كل تابل اس بي او كيف يعني نحط اسم التابل والفيلد والباقي بتحط اليو ار اي وخلاص هلا بنشوف كيف كسر في الكمبيوتر انا بقرا مش ترجمها كلها لاس بي او تي بي طبعا عشان يطلع فيها تبعي وين بس بدي اقراها بالاكس 2 جوا بالذاكره طب الاخر شو بحولها لاس بي او ولا لا اذا مخزنه في داتابيس بس مرات عشان ترجمها ما اذا بدي اذا ما في سؤال منيح في الذاكره لما بقراها الكمبيوتر ولا زي ما بدنا اذا بدنا نعالجها من اعمل كويريز عليها بكون الداتا كبيره قدامنا طريق يا بنخزنها بالذاكره بس اذا بتكونش كبيره كثير وتخزنها هون جراف احسن شيء تخزينها بالجراف انت في الذاكره زي ما بتشوفوا على الشاشه واذا ضخمه جدا خزنها بداتا بيس اس بي او في داتا تيبل بس برضو هذا في مشكله انه مش سبيس الكويري تبعته بطيئه بعدين هلا في قاعده بتطلع داتابيس جديده على فكره هاي الداتابيس تبع هاي الاشياء بنسميها ويب داتابيس او جراف داتابيس بديش ادخل هلا في هذا الموضوع خلينا بس بالار دي طيب تعلمنا بالفيرست لاين ان ذا اكس ام ال فايل في عندنا الار دي اف وين راح الفيرجن بعد قبل بعد الفيرجن في عندنا الار دي اف ايش معناها انه وي ار ديكليرينج ان قاعدين يا ناس قاعدين نعرف يعني هذا الاليمنت انديكيت ذات ذا كونتنت از ار دي السكي هاي النيم سبيس سبيسيفايز ذات تاكس وذ ذا ار دي اف بريفكس ار فروم ذا نيم سبيس ديفاين في هاي صح اللي هو هذا الستاندرد تبع الار دي سينتاكس سي دي هون سي دي هاي وراها هاي ايه سوري هاي سي دي نبداكم اياها من اول سي دي هاي شو هي لانه مشان حطيت ارتست كونتري كومباني برايس هي هون حطيت الفول صح انديكيتنج ايه اللي هي نيم سبيس لا يعني بكيف هاي كمان مره هاي كلها وبحطها قبل هذول مزبوطه فيش شيء هذا كله بتعرفوه كله حكيت والديسكريبشن حكينا عنه طيب هلا في الار دي اف عشان نلخص الار دي اف في عندنا اخذنا السبجكت اخذنا البريديكت اخذنا الاوبجكت في شيء اسمه التايب التايب هو بدل ما انا احط هون بقدر ارجع ادوار سعيد هاي بقدر اعرف شو هي شو هي يا شاهين هاي سبجكت يو ار اي بس شو نوعه عن شو بنحكي عن شاشات كمبيوتر باب اي هذا باب انا عارف بس عن ايش بحكي هذا عن شاشات كمبيوتر عن سيارات عن كتاب يعني كتاب هلا في عشان اقول انه هذا عم بحكي عن كتاب شو بساوي احط خط حط خط بيطلع منه بسميه التايب خط تبعه هون شو بقول
وهاي اوثر او بيرسون بحط بس هنا ايش طيب لاحظ هون حطيت كتاب هون حطيت بيرسون او بدي احط كومباني باللي بدي اياه تحت شو بحط تايم ايش سيتي صح لاحظ هذا الخط اسمه طيب اللي بريدك ها طيب وها طيب هلا هذا يعني الطيب يعني اللي هو مش سب كلاس اوف اللي هو انستانس اوف بالضبط it describes ايش يعني هاي ريزيرف ريسورس از ان انستانس اوف ا كلاس نعرف هذاك الكلاس طبعا بوك وبيرسون وكل هاي الاشياء بتكون يو ار اي تبون ويل انا المهم انه هاي عارفين شيء عرفتوا انها شيء هاي طيب وعرفتوا شو معناته ال دي اف انه هو اوف ان ار دي اف دوكيومنت الاباوت ديفاينز ريسورس بينج ديسكرايب الديسكريبشن كونتينر فور ذا ديسكريبشن اوف ا ريسورس اللي هم اخذتهم في شيء واضح اذا بتكتب بالار دي اف تبعك مين بقول لك هذا الان بقول لك ايش تقدر تروح على الار دي اف فاليديت على فكره برسم لك كذا حطيته فايل عملت له فاليديت تعرف كيف الفاليديت تحت الاتش تي ام ال والاكس ام ال وهذا هذا مزين ايش الار دي اف كمان برسم لك الجراف يعني عشان اذا بدك تجرب طيب هلا في عندي انا هون مثال مكتوب بالاكس ام ال صعب اشرحه انا وياكم بس عشان اورجيك انه هذا الجراف تبعه يعني هاي كيف from XML انتو قاعدين كيف بعد شو مش عارف الجراف او ها انا بدي اقول لك اياهم مثلا الروت article b1 و article b2 و article b3 و article b4 ماشي تبعوا معي بس على السريع b1 year 2000 والاوثر تبعها A1 وB2 الير 2005 ولها تو اوثرز هلا الاوثر هاي امشي لها اوثر هلا هذا الاشي هذا الاوثر له نيم توم وله افيليشن يو ام يو او ام يونيفرسيتي اوف مالطا وهي امبلويز employees نفس الشخص وهاي name University of Malta اسم هاي الاشي والcountry MT والMT name تبعها مالطا والcapital تبعها Valletta هل اذا B2 لها two authors لاحظ في داعي اكررها خلاص باشر عليه استعمل URI تبعه صح وهل هم جربة؟ تطلعوا على هذا تطلعوا عليه في الدار بصراحة. هلا أنا جايب لكم تيبل عشان تعملوها جراف. نأخذ بريك وبعدين نكمل. ماشي؟ طيب. طيب هلا شباب بدنا نكمل عندنا مثال عندنا داتابيس وبدنا نحولها لايش لار دي اف داتابيس فيها اكثر من تيبل زي هيك بيرسون ارتكل مثلا البيرسون في عندها الاي دي تبعه اسمه الافيليشن لكل اوثر او لكل شخص والافيليشن هاي محطوطه اسم مؤسسه يعني هاي معناها اسماء المؤسسات وهي في أنو كنتري هاي المؤسسة موجودة وهي الكنتري كمان وكأنها فورين كي بتروح على الكنتريز ونقول مثلا أسماء الكنتريز أنا الارتيكل الها اي دي الها يير يعني بي وان طيب تبع حداتا ويب انتشرت 2007 طيب بعدين في عندي أنو كتب شو يعني الأوثر تيب نسميه الأوثر اللي هو فورين كي نقول الارتكل اي دي مع البيرسون اي دي اللي هي هاي تيبل
ها عشان يربط وقلنا انه شخص كتب انه ارتكل داتابيس عادي ريليشنز بينهم فورين كيز. اذا بدي احولها لجراف بعد هي ريليشنال موديل بدي احولها لجراف ها هذا اورجيكم انا كيف سويت كيف سويت عملت كل هاي نكره هاي مثلا عندنا بي واحد طبعا انتم هاي بدوز اللي جرب يساوي هاي بالبريك ما حطش التايم بس مش مشكله هلا استثنوها هاي مؤكد بي واحد التايتل تبعها ايش داتا ويب على فكره اذا كانت سترينج حطها بين كوتيشنز دبل كوتيشنز اللي جرب بالتيبل تبعكم سترينج حطه دبل كوتيشن هلا ليش النقطتين ليش النقطتين هون لاحظ اول شيء كل وحده هون هذا فيها نقطتين وكل وحده هون برضو لها نقطتين وكل واحد مش كل بعدين هون عليها نقطتين نقطتين بعدين انها هاي يو ار اي يو ار مجازا وكانه في عندنا لينك بنحطه قبل هاي هلا بنركز عليه اكثر بس نخلصها فعندي بي واحد الها تايتل ايش داتا ويب لاحظين وبي واحد يير 2007 وبي اثنين تايتل طلعوا على حركه اصبعي طلعوا حركه اصبعي بي واحد تايتل داتا ويب بي واحد يير 2007 بي اثنين تايتل سيمانتيك ويب صح بي اثنين وبي اثنين يير 2005 يعني وكانه باخذ وحده هون بتطلع الكولون على على اسم الكولون اسم الفيل وحط الفاليو الكبار بعدين عندي بيرسون بقول اي واحد نيم تملر اي واحد افليشن يو ام اي اثنين نيم بوب هاكر اي اثنين افليشن يو سي هلا بدي اروح اشوف اوكي وكانه لما بيكون في فورين كي من هون لهون بكمل بقول ويو او ام الها كانتري امتي بيطلع عندي التيبل واضح صعب بس لو كومبوزيت اي دي واضح يعني لو اعطيكم داتابيس وكلكم اكتب لي برنامج تحول كل شيء على داتابيس على اس بي او تيبل تعرفوا مو هذا غير دمي ال ار دي اف في ناس عن جد بس فاهمها اللي هي ال ار دي اف اكس ام ال ال ار دي اف فكره باختصار سميناها فريم ورك ال ار دي اف فكره ال ار دي اف انك تحول الداتا لجراف يعني على فكره المثال اللي قبله سوري المثال اللي قبله بي واحد هذا كان اكس ام ال هذا كان شو تايتل اكس ام ال انتو ار دي اف صح كان في عندي هاي اكس ام ال وبدي احوله لايش يعني كان عندي تريز شداتا تري في الاكس ام ال بدي احولها لايش لجراف لاحظوا انه هون حطيت الروت اللي هو الاكس ام ال بعدين قلت في عندي ارتكل 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 هذا المثال فيه معلومات اكثر شوي بس هاي بي واحد هي كذا اوثر كذا برضو بي واحد بي اثنين اوثر كذا يعني لو تو اوثرز هي واحد واثنين والهير وبمشي قريب هذا المثال على المثال اللي بعده يعني بس ملاحظ كيف انه عندي اكس ام ال حولت الار دي او عندي داتا بيز حولت الار دي بمعنى اخر حولت من تري لجراف حولت من ريليشنز لجراف هلا الجراف انا خزنته هون شو بمنعنا نخزن الجراف التابل؟ أهم شيء نفهم إنه نحول الداتا لدايركت التابل بالجراف. لأنه فورمات يا بنحوله إذا بدنا اس بي او تابل يا بدنا بنحوله ب كنا لكم اللي هو ال ار دي اكس ام ال فورمات وفي بصراحة نسيت أسماء في أنذر تو فورمات بس نسيت اسمهم اللي هو قلت لكم بتحطوا التكست فايل نفس الشيء
وكان هم تاني. هذا هو الار دي اف. سؤال، لو كلكم اعطيتكم، لو اعطيتكم هاي شو بيطلع التيبل تبعكم؟ بتاع نفسه ولا لا؟ بتاع مختلف؟ اذا هي اتوميك. طيب لو اعطيتكم هاي قلت لكم حولوا لي هاي لاكس ام ال. كل واحد بطريقه. هاي جميل؟ لو اخذنا هاي واعطيتها لكل الطلاب قلت له كله اعمل لي، اعمل لي جنريت لاكس ام ال. كل واحد بيعملها بستراكشر بيرتلي. مش مشكلة بس كل واحد بيطلع بستراكشر بيرتلي. هلا ليش؟ لانه بالـ XML الداتا تيجي على شكل تريز مش اتوميك بمعنى اخر، لانه في كومبلكس اليمنتس. مش في اخذنا كومبلكس اليمنتس بالـ XML؟ الكومبلكس اليمنت كل واحد بيطلع بستراكشر الكومبلكس اليمنت. هون وكانك فرطت الكومبلكسيتي تاعت الاليمنتس لا بيسك بيلدينج بلوكس بنسميها، يعني الفيري بيسك بيلدينج بلوكس. مش الجسم بيتكون من خلايا، هلا خلايا صح؟ جسمي انا مكون من خلايا، وجسم حذيفه مكون من خلايا، بس هو طلع شيء وانا طلعت شيء. كليش ايد مع بعضها واجر مع بعضها مش عارف، لا خلص. هون بالار دي اف تريبلز، مش هاي تريبل؟ سبجكت بريديكت اوبجكت تريبلز. الترتيب مش مهم. بيطلع جراف. كل اتوميك انفورميشن ايوه كل ريسورس، كل اتوميك امجد بقول كل اتوميك انفورميشن وكانه لها اي دي لحالها، اللي هي بالمعنى بالكلمات الار دي اف كل ريسورس بسميها. كل ريسورس شو يعني ريسورس؟ صار انتيتي. لاحظين كل انتيتي صارت لحالها. طيب هاي النقطه، هاي على انها بريمتي. الشيء الثاني على السيمانتكس، هسه نيجي على سنتك مشكله السيمانتك كيف هون نحلها. قلنا ايش كيف نحلها؟ قلنا كل انتيتي او كل ريسورس اعطينا ايش يو ار اي، يعني صار له برايمري كي. بس برايمري كي جلوبال، شو يعني جلوبال؟ يعني بالعالم. مش كل يو ار اي يو ار ال او كل لينك هو يونيك بكل العالم صح؟ وهون طب انا سالتكم سؤال، اجتني بيانات من وزاره الصحه واجتني بيانات من وزاره الاقتصاد ودخلتهم مع بعض، دخلتهم مع بعض، هذا سؤال مهم انتبهوا. اجتني بيانات من مصدر واجتني بيانات من مصدر ثاني، بدي ادبهم مع بعض. لما تروح تدبهم مع بعض تعطيش نقطتين بي 1 ونقطتين بي 2، اعطي www نقطة وزارة الصحة .com/B1 وبعدين والثاني نيم سبيس لوزارة الداخلية. بصير انت عارف انه هاي الانتيتي وين موجودة؟ وزارة كذا، وهاي الانتيتي موجودة وزارة كذا. هيك ربيتهم مع بعض بس بنتهم بنفس الوقت ميزتين اذا بدك. لا بس على فكره انا نقدت نفسي، ما هو هيك ولا حد مش يعني زي تقول فيش انتجريتي، فيش انتجريشن صار بين الداتا. بقول خلص طب هم هذول اسماء ناس، ما هو رقم الهويه رقم الهويه موجود في كل فلسطين نفس نفسه، سواء في الداخليه ولا في المواصلات ولا في الصحه ولا في المكان. فشو بتساوي؟ بحط اشي palestine.com/ رقم الهوية. فإذا عندي شخص هون وشخص هون وشخص هون وجايات من أكثر من مصدر، جاية الداتا من أكثر من مصدر، شو بصير ساعتها؟ صارت كأنها انتجريشن. صارت انتجريشن، يعني لما انت حطيت رقم الهويه كايدنتيتي كيو ار اي لشخص، فصار ايش على مستوى الوطن؟ صار ايش؟ وكانه وحدت كل البيانات وكل كل الاشخاص اللي جاي من كل الوزارات. مظبوط.
طيب واذا عندي بحكي عن سيارة حكيت عن البليت نمبر برضو نفس الاشي. تأجل الجواب على هذه النقطة بس دقيقة. زنار لازم من هذه الشيء من جواب. إذا شو بساوي قلنا؟ لما برضو بتجيني سيارات وعندي رقم رقم النمرة. طب ما هو رقم النمرة يوري. يعني إذا حكيت عن سيارة رقم كذا 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 كوزارة الصحة وعندي نفس الرقم وزارة المواصلات هذا ذاته نفس السيارة صح ولا لا؟ معناته خلاص عملها نفس الورق. إذا مش هنيك هلا اذا اللي بدي اقول لكم اياه وكانك بتجيب داتا من اكثر من مكان بتدبها في هالتيبل وبعدين بتدبها دب بدون تفكير مزبوط ولا لا بيلزم تفكير بيلزم تفكير بغض النظر دبناها اذا مثلا اذا اشخاص هاتوا نستعمل نفس اليوارد إذا سيارات نستعمل نفس الورقة بعدين يعني معنى آخر بقعد الواحد بيقول سيارات نفسها الأشخاص نفسهم ال 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 تطلع داتا موحدة وكأنه بيطلع جراف ضخم في عن كل بيانات إذا بنحط كل بيانات الوزارات بيطلع جراف ضخم في كل بيانات الصوت صح ولا لا؟ جراف ضخم في كل بيانات الصوت وتطلع انا مثلا هنا في عندي هون واحد شخص الشخص هذا عنده يملك السياره الفلانية درس في الجامعه الفلانية اشترى العماره الفلانية والعماره الفلانية بناها فلان وموجوده بالمطرح الفلاني شفتوا كيف هلا وضحت الصورة كيف الانتجريتي كيف السيمانتكس هو طبعا بلزم انه لما دبهم اوثر وير ونيم وافليشن وهذا الشيء شنين لما اجي من هون ادبهم هاي المفروض استعمل مسميات اذا بتيجينا اذا انا عندي 20 داتابيس وبدي اذا عندي 20 داتابيس وبدي ادبهم في تيبل واحد ما هاي ممكن نسميها نيم في داتابيس ثاني اسمه بي نيم بيرسون نيم صح؟ هاي بتلزمش فيها لما اعمل مبنى من داتابيس من اكثر من داتابيس بتلزمش فيها بتلزمش هم شو كاتبين كلكم راكزين معاي؟ بتلزمش هم شو كاتبين ليش بلتزم؟ وكانه انا عندي بروح انا بعرف كيف الترمينولوجي اللي بدي اياها بعرف هذول البريدكتس اللي بدي اياهم مكان بصير استعمله بصير اقول مو هذا شخص علاقته مع الشغله الفلانيه مثلا انه عمره علاقته مع الداتا الفلانيه انا بعمل الاسم البريدكت على كل حال فكروش كثير بهذا الموضوع من مره لانه بقيه التوتوريال غير اليوم كلها عن داتا انتجريشن في 20 سيناريو لداتا انتجريشن بس هيك لو هنيجي بالتفصيل وندرب عليه ماشي فبدناش نفكر في يعني انه المهم انه الار دي اف حل لنا مشكله الداتا انتجريشن ماشي نفكر فيها اليوم يعني هذا بس حبيت انا اعمل موتيفيشن جايينها باستبحار ضخم جدا بس اللي بدي اعرفه انه بطل مهم النقطه اللي بدنا نعرفها اليوم بس انه بطل مهم عندي لما عندي جراف بطل مهم عندي انه الداتا من وين جاي يعني هذا الريكورد ممكن جاي من داتابيس اكس وهذا الريكورد جاي من داتابيس واي وهذا من داتابيس زد يعني معناه كيف تخيلنا دوار سعير بالله هاي تركزوا معي عليها هاي بدي ارجع لمثال دوار سعير هون شو قلنا في اشي على فكره هذا الاشي وين موجود بالمناسبه على امازون صح في اشي مربوط مع إشي ثاني وين هذا الإشي موجود؟ على ويكيبيديا فهو كأنك هاي إنتيتي في أمازون ربطتها مع إنتيتي في ويكيبيديا فهمت علي؟ وضحت الصورة؟ في إنتيتي في أمازون
ربطناها مع انتيتي ثاني وين موجوده؟ في ويكيبيديا. يعني او تخيلها في انتيتي معينه في وزاره الاقتصاد ربطها مع انتيتي ثاني موجوده في وزاره المواصلات. صح؟ فبطلت الدات هنا يعني مربط الفرس. او هل موجود بصفحه على الانترنت؟ هذا موجود بصفحه ثانيه على الانترنت. فبطل نسميه الويب او الجراف. خلينا نقول ان نحكي عن الويب. بطل الانترنت ويب اوف دوكيومنتس. صار ويب اوف انتيتيز. صار المعنى. لاحظ؟ بطل شو 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 الانترنت هي دوكيومنت. شو ال HTML؟ صفحه ال HTML هي عباره عن دوكيومنت. وشو ال URL؟ كيف مربوطه الانترنت في بعض بنسميها ويب، انه صفحه بتاشر على صفحه ثانيه. مزبوط. هلا بطلنا نتعامل مع صفحه مع صفحه، صرنا نتعامل انتيتي بغض النظر وين موجوده، نرتبطها مع انتيتي ثانيه بغض النظر وين موجوده. تمام. هذا بسموه ويب اوف انتيتيز او ويب اوف ثينجز. الثينج او الانتيتي هون بيجي كتاب، شخص، مدينه، كنتري، جامعه، برودكت. لاحظين هلا دكتور قديش الحاله ستيبل او كونفيدنت انه الانتيتي يو ار اي ما يتغيرش مثلا؟ هاي مشكله اخرى. في سؤال بقول طب افرض انه هذا اللينك تغير، بضيع الداتا؟ هي الداتا بتضيعش، وهذا اللينك مو اصلا ممكن ما يكونش موجود اصلا. يعني هون استعمال ال URI او على فكره هو اكثر دقه من خلينا نقول بس شيء نسميه IRI. هي المفروض IRI. ليش؟ لانه احنا مش بس نتعامل مع لينكس موجوده على الانترنت، بينما هان لما شفنا عملنا داتا بيس تقدر تعمل وكانه لينك افتراضي بين قوسين افتراضي موجود داخل دوكيومنت تبعتك. هلا اهم شيء بدك تعرف لما تحط انا هذول النقطتين هن مش كاملات، هذا مجاز انا حاط هون نقطتين بس عشان اقول لك انه هذه وراي، بس لو بدك تشتغل الفورمات صح بدك تحط النيم سبيس او في شيء بنسميه بس انا مش ما كانش موجود عندنا بالشرح اسمه بلانك نود. بلانك نود، بلانك نود مش موجود على الانترنت. نحط رمزه، نحط الاندرسكور نقطتين، بالاندرسكور نقطتين انه او هذا موجود بالدوكيومنت. هاي هو بتكررش او يونيك وين كلب هذا التيبل او كلب هاي الدوكيومنت، ما بتكررش. هلا بس دير بالك، يعني وكانه دير بالك لما نطلع برا بطل جلوبالي يونيك. على كل حال هاي الاشياء خليها تيجي معنا بعدين. هاي الاشياء بس في سؤال ثاني. في سؤال سألتك قبل شوية إنه إيش كان السؤال عن زمان؟ إنه نعمل إنه إيش جلوبال فلسطين يكون هل نعمل فلسطين إشي إنه نعمل داتا بيس واحدة؟ جلوبال بس يعني جلوبال تيبل، مش جلوبال تيبل، تيبل كبير على فكرة، هو تيبل رفيق طويل. ها واضح؟ الـ RDF تيبل، الـ RDF تيبل ايش؟ بدك تحط داتا كثيرة فيه. تخيل هذول شوية الداتا قد ايش عمل ايه؟ الداتا بيس اللي عندك تطلع ويكون طويل جدا. هلا هذا التيبل مش حنعمل بالـ e-government تيبل واحد نحط فيه كل الداتا بيس ولا تيبل بيس. ما بلزمناش بصراحة. طب هنقول من الوزارات اللي بتعمل يحطوا شيء مشترك. لا ما بيلزم. على فكرة هذا النوع من الداتا في الـ e-government الانتجريشن بين الوزارات بتحقق عبر الويب سيرفيسز. انا بس بودي لك ريكورد وبرجع لك ريكورد، بس ما بدمج داتا تبعتي مع داتا تبعتك. هذه الخدمات اللي بنحكي عنها، بس قد يكون فيه
سيناريوز. ليش احنا بنقول ار دي اف؟ عشان نعمل انتجريشن للداتا. لا الواحد يعمل ريفرنس عشان قد يلزمك انك تعمل يعني انا بسميها قد يلزمك انك تعمل انتجريشن اد هوك مرات. يعني باختصار اقول لكم اكثر تطبيقين لهذا الموضوع. اول تطبيق الضريبه. يعني لما اعمل من هون لهون انا مش بخزن بحط الداتا تبعت وزاره الداخليه مع المواصلات وعشان اعمل سيرفيسز عشان تجديد الرخصه. مش لهذا الهدف يعني صراحه. هذا اذا بدك سيناريوز هذيك عبر الويب سيرفيس تمشي. انا ده سيناريو بالانتجريشن. هذا السيناريو تخيل انا مثلا تهرب الضريبي وبدي انا اشوف اجمع معلومات عن كل التجار وكل الناس من كل الوزارات والسلطات والهيئات والشركات ودبها كلها في تيبل بصير كله امجد حرب. واحد بنبش عليك الضريبي شوي. كنا ضريبي شو الكل امجد هو اوكي الرقم 996722 هذا رقم هويه اسمه امجد حرب. عندنا رقم عنده مثلا البالانس تبعه في بنك كذا هكذا في بنك كذا هكذا بعدين يملك كذا ويملك كذا ويملك كذا راح يتجوز فلان فلاني عندها كمان كذا طلع بتشوفها بشوفك ايش جراف. هاي الداتا جاي من وين وكانها انتجريشن او فيو جاي من كل الوزارات. هاي احد ايش هاي احد الابلكيشنز المهم اللي نخلط الداتا مع بعض. هلا هو كمان ابلكيشن ثاني باختصار انهم اكثر ناس بيهتموا بهاي الشغله مباحث الشرطة مخابرات الوقائي 17 عندي في كلمة مش مشكلة أنا أقول كل بكيف يربطوا التربية هلا شو اللي بصير؟ لا ما هو أنت طلع يعني للحق والأمانة طلع تبقى عندك مثلا نتيجة تقرير للشرطة واحد بيكتب الثاني إنه شاف فلان الساعة الفلانية بالمكان الفلاني وشافه ماشي مع فلان. هلا انت لما تحزن الداتا هاي الداتا بيس بتقدرش تربط كل شيء مع كل شيء. او بدك كوينز كثير عشان تقدر تحلل. بعدين تقرير ثاني اجى من حتى من محافظة ثانية. تقرير عن مثلا عملية سرقة بالمكان الفلاني. ها؟ سيارة. نعم. وجوز كان استعمال السيارة كذا كذا. هلا. طلع اول واحدة شفنا فلان ماشي مع فلان الساعة الفلانية. التقرير الثاني جوز يجي من وضع ثاني حتى ايش انه في اثار عملية سطو مسلحة بالسيارة رقمها كذا كذا. هلا انت لما كل الداتا تبقى مع بعض طيب اذا ما كمل شوي طلع صار حدث سرقة انوردت فيه السيارة اكس. سيارة اكس يملكها مين؟ مثلا شخص معين. طب ما كبر مكان باء شو شايفين احنا بك ماشي مع مين؟ مع شخص ثاني. يعني انت بتقدر انجاز التعبير او هيك بتقول لي هل في علاقه بين مصطفى والعمليه السرقه اللي صارت؟ كيف ما هو وكانك شايفها في جراف يعني كيف هات اسالك سؤال ارجع لورا هل في علاقه بين هاي الارتكل ونيكوسيا شو العلاقة؟ انه هاي الارتكل كتبها واحد الواحد بيشتغل في مؤسسة اسمها كذا كذا وهاي المؤسسة موجودة في كانتري سي واي وسي واي كابيتال تبعتها نيكوسيا. هذا النوع من التحليل برضو شغل مع اخر يعني بعرفش يعني هو هاي الاشياء الابلكيشن تبعتها كثير. هلا الانتجريشن تبعها جميل وسهل. الانتجريشن تبعها سهل بالاخر تصفي الداتا عندك جراف شايف تصفي عندك الداتا جراف وهذا يعني ما
مدام الداتا جراف هلا انت عاد بتصير تربط وتحلل وتقيم وتحط. هذه الربط والتحليل هذا كله عباره عن كويتس انجاز التعبير. بس انها ندب الداتا وبسرعه ندب الداتا. يعني الفكره هون انه لما كان في تكنولوجيا عشان اعمل انتجريشن. طبعا انا هون ببسط المسائل زي ما قلت لكم، بديش احكي كثير عن الانتجريشن، بدي احكي بس عن الار دي اف. ليه؟ لانه احنا كل التوتوريال عن الانتجريشن. يعني انا بصراحه لخص لكم اشياء كثيره من التوتوريال. هلا بس بدي اقول شفنا هاي شو اليو ار اي، اذا في حدا عنده اسئله عليها. شفنا هذول اليو هذول الايش البريديكتس، واليوم نكمل كيف نعمل نعرفهم انجاز التعبير. وكنا هذول في منهم ايش في منهم ايش يو ار ايز، وفي منهم السينتاكس عادة اللي هو داتا تايبس. انجاز التعبير الداتا تايبس بالار دي اف عارفين كيف بعملها؟ هلا بورجيكم كيف تعمل. بس اذا كنت ها السترينج بيكون عادة بين دبل كوتيشن، الير رقم عادي. اذا حطيت واحد، شفت واحد بدون دبل كوتيشن معناته نمبر الديت الديت. هلا اذا بدك اكسبلسيتلي تكتب داتا تايب، اذا بس شوي اذا اكسبلسيتلي بدك تكتب الداتا تايب بتعمله هيك، تحط هاي شايفينها تبرها شايفين، بتحط هاي وبتكتب اكس اس دي نقطتين شو سترينج. لاحظين ها؟ ممكن ما احطها بس باي ديفولت سترينج. بس يعني اذا بدي اكسبلسيتلي اقول انها سترينج. بس ما بحطش الاسهم كذا، احط سترينج مباشره. لا لا مزبوطش. هاي مثلا شيء طبها بركب ايش انتجر بالديفولت، يعني بالديفولت لانه في شيء بيقرا الاس بي او بحول مباشره. يعني بقول لك انا الستاندرد، يعني الستاندرد معناته في تول بتقراه. الستاندرد لازم تحط هاي وبعدين تحط بعدها طيب. عشان تقراه زي ما بتفهم عشان تفهم الداتا تايب اللي انت بدك اياها، لانه قد انه انت عرفت الداتا تايب تبعك، يعني انه بلكي انت عندك داتا تايب معين. يعني مثلا بحط هون اكس اس دي انتجر ها. طيب في كمان شيء ثاني حلو جميل جدا جدا تتعرفوه. هلا هاي شو اسمه مثلا ها من الزلمه وين راح توملار افرض انه انا بدي اقول اوكي هاي انجليزي او هاي بدي اكتب توم. لو بدك تكتبهم بالعربي قد يكون قد يكون الواحد له كديش اسم. يعني انا اسمي مصطفى جرار بدي اكتب بالانجليزي، وكمان الي اسم ثاني مصطفى جرار بكتب بالعربي. عشان اقول هذا السترينج شو هو بقول مثلا توم اذا بدك تكتب بالانجليزي مثلا بضيف ايش ريكورد كمان لايك وقف حتى انه اسال اسال اذا كان في اكثر من صوت. يعني اذا ما حكينا الكلمه موجود او خلينا نقول الواتس ايد او المثال اسمه بالعربي واسمه بالانجليزي يو اي تبع من ويكيبيديا. طب بركي موجود في محل ثاني. لا هذا شيء ثاني لحظه هيك هذا شيء. هلا هاي كنا توم لارا وهاي توم لارا. هذا توم لارا ايش وهاي لاحظ ما قلت هون باسم انه الاسم هان حطيته اندرسكور اي ار غلط. لا عداتا باخرها بحط هاي بقول انه هذا سترينج اللغه تبعته او قلنا الداتا تبعته. الجراف كيف انت بتنظر كمان
بالجراف اللي هو الجراف مش لانجوج، الجراف مش ستاندرد. انتبه سؤالك منيح بس يعني الهام قصد حذيفه. طب انا يعني شو انا شو بعرف النهايه كيف اكتبها؟ الجراف اصلا مش لغه، الجراف هذا يعني انا كمدرس ببسط لك المساله، بس هذا مش 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 ستاندرد. الكمبيوتر بقراش بقراش جراف، بس اذا بدك حطها هاي سؤال. اتفضل بنا. في على الجدول تبع الاس بي او. اه. بس بدي ارجع يعني شو كبروا. في على ال على ار بي اف تايب. احنا ما حللنا ما حللناش. اه هاي. هاي هاي احنا ما حطيناش. انتم ما حطيتوهاش، بعرف انكم ما حطيتوها. هلا هاي صراحة بتقدر تطولها من وين؟ ما هي موجودة هي بالداتا. كيف؟ مش احنا ماخذين هاي نهار، مش كل شيء هون بنعرف انه ارتكل، صح؟ صح؟ صح. مش كل شيء بنعرف انه ارتكل، وهاي كل واحد هذول اي واحد واي اثنين شو هم؟ بيرسونز. فبالتالي نيجي بنحط اوكي بي واحد تايب ارتكل وبي تو تايب ارتكل، بكرر صح؟ وبعدين و A1 بيرسون، لأنها يعني استنتجتها من، لأنه لاحظ عملية المابينج من داتابيس لـ RDF، يعني هي عملية زي تقول المبرمج بيفهم شو بده يعمل مابينج. فهمت علي؟ يعني أقول لك يا بلال، أنت داتابيس وزارة الاقتصاد، داتابيس لوزارة الاقتصاد، أنت بدك تعمل لها جناية RDF، تعرف كيف تعمل لها؟ شو يعني RDF؟ تروح تبدا التابل اس بي او صح؟ وبتاخذ كل شيء في التابلز وايش بتسويه؟ وانت بتعمل عمليه المابينج مانيوالي مش تول. فيش تول تسويها على فكره باختصار، تسويها مليح اوتوماتيكلي. في 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 دبليو 3 سي عشان ما تخربشوهاش، دبليو 3 سي في وركينج جروب بحاول يطلع ستاندرد واي اوف ترانسفورميشن، وفي تولز بتعمل بس ما بتعملش كامل. حتى في واحد اسمه ياسر ابو الرب اذا بتعرفوه مش باكيج لوزاره التخطيط، بكمل السيمينار تبعه معي في الماجستير، كتب برنامج بيكرن الهارد ديسك اوتوماتيكلي بيعمل مابينج. ماشي؟ بس هاي بدناش نتعلمها. الاشياء الاوتوماتيكيه انت وكانك انت مبرمج قاعد ورا التابل ورا الداتا بيس تبعتك وبتقول له سيلكت كل اللي هون حطهم هناك في التابل هذا. فهمت علي كيف؟ اسكيو سكريبت. هلا اذا انت بدك تحط شو هو بي واحد وشو هو بي اثنين وشو هو بي اي واحد واي اثنين، فانت تستنتج. يعني مثلا هون فيش ليش فيش شيء اسمه اوثر، صح؟ هاي فيش فيها شيء اسمه اوثر، هاي فيها شيء اسمه كامل. كمان مرة؟ بتأثرش اللي حطها أو ما حطاش نفس الشيء. بتأثرش لا. يعني إذا حد حطها عنده ومشتغل عليها وأنا جيت أخذت منه بتلزمش بتفرقش معي إذا كانت موجودة عندي ولا لا. مظبوط. يعني أنت هون عملت تايب ل عملت تايب ل اللي هي الانتيتيز اللي عندك، ماشي؟ في سؤال ثاني؟ إذا نكتب الاس بي او تحوله لايش؟ تحوله ل ار دي اف اكس ام ال قصدك؟ والله بصراحة ما بعرف. أنا شخصيا لأنه ليه؟ يعني في النهاية احنا بنسمي اللي هو الاس بي او. هي فكرة الار دي اف. يعني يعني احسن مثال انك هذا تاخذه هلا وتكتبه ار دي اف اكس ال بالنوت باد، مش تروح على تولز وبعدين روح على الار دي اف فاليديتر
وعملوا فاليديشن بس هيك عشان بس تعرف الفورمات. بس ما قلت لك بالاخر شو بتخسر ولا شو بتربح، عملية فورمات بس، بينما الفكرة نفسها سواء كانت مكتوبة ايش ما هي مكتوبة الفكرة نفسها.